عايز اروح بيها بيك للبطولة، مش هتكلم على الجزء اللي هو العلمي اكتر او اللي يخصك اكتر، بس عايز اتكلم بشكل عام قبل البطولة واثناء البطولة. انت واحد من افراد الجهاز اللي موجودين، الاستعداد قبلها كانت عاملة ازاي؟ انتوا اكيد برضو محدش كان، يعني الجماهير كانت عايزة احنا ناخد البطولة، كانت متعشمة ان احنا نقدم نسخة كويسة، وخاصة ان الاداء في البداية مع فيتوريا كان مبشر جدا جدا. ايه اللي حصل او الاستعداد كان ازاي او ليه اللخبطة دي حصلت؟ بص، انت يمكن بتحاول يعني جاوبت على نص السؤال او يعني اقريت ان في لخبطه، بس لو جينا برضو نتكلم على تحضيراتنا احنا كجهاز في الحته البدنيه، لان تحضيراتنا في الجانب الفني كتيره، يعني مع الجهاز كله في تحضيرات تاكتيكال وتكنيكال ونفسيا وكل حاجه، وفي تحضيرات تانية في الشغل المهاري الصغير، وفي تحضيرات في الجانب البدني. ففي التحضيرات في الجانب البدني احنا يمكن الموضوع عدى بحوالي 6 اجتماعات ما بين جهاز طبي وما بين مدير فني وما بين مدرب عام، عشان لك ان تتخيل ان احنا رايحين البطوله السايكل اللي قبل ماتش تنزانيا، ومن اول يوم في المعسكر، يعني مش لما وصلنا، من اول يوم في المعسكر لغايه ماتشات المجموعات، لان تواريخها معروفه، كل تفصيله في التمرين محطوطه من قبل ما نسافر. يعني لدرجه ان التمرينه مش بس كام دقيقه مثلا يوم السبت ويوم الاحد، لا، لدرجه ان اليوم ده هنعمل فيه تكتيك 6 على 6 بغرض مثلا ان احنا نطور حاجات معينه او نشتغل على الاختراقات من جنب من الاطراف، يعني سواء الهدف من التمرين او حمله او شدته او الحاجات اللي هي البلان بي بتاعت اليوم كلها محطوطه من قبل ما نسافر. ف يمكن النهارده انا شهادتي مش مجروحه اهو، انا نفسي بره المنتخب، الجهاز الفني بره المنتخب وسافر، ما فيش حاجه ما بيني وما بينهم. يعني الناس دي من اكتر الناس اللي بتركز في التفاصيل، او هم بيركزوا في التفاصيل تحس ان الموضوع برضو ممكن يكون بزياده. يعني طب ليه ما حسيناش ده في ارض الواقع؟ يعني ليه ما حسيناش ده في الماتشات؟ يعني احنا دخل فينا جون من الاوت في ماتش الكونغو، قبلها برضو نفس القصه، التمركزات ليه ما حسيناش ان التركيز في التفاصيل ده موجود في المباريات بالتسلسل؟ بص، يعني يمكن مش عايز اقول انا اقل من ان انا اجاوب على السؤال ده، لا بس خالص، انا بكلمك بشكل يعني بشكل عام، فاهمني، من واقع انت عشته، من واقع انت اكيد على السوشيال ميديا تابعته، فانت بالتالي عشت كل الحاجات دي كلها. بص، يعني خلينا لو اعتبرت ان انا بيوصلني وانا قاعد بره نفس الاحساس بتاع جوه الملعب للعيبه، يعني في اوقات كتيره مش عايز احكم برضو، بس في ممكن تستسهل الماتش شويه. يعني خلي بالك لو جينا نبص عليها كاحصائيات، مع ان ده كلام في الكوره يعني، بس هتيجي تبص مثلا على ماتش موزمبيق، شوف كم محاوله جه فيك منها الجونين. ماتش كاب فيردي مثلا من احسن الماتشات اللي عملناها في ال4 ماتشات اللي عملناهم، يعني ما كانش قدامنا غير المكسب، وسبحان الله انت مثلا عامل 27 محاوله جايب جونين، وهم عاملين 3 محاولات جابوا منها جونين. ما هو ده اللي انا بكلمك فيه، ان انا حتى انت من وقت كبير جدا ما شفناش مثلا منتخب مصر بيخش فيه 6 اهداف. طبعا انا سالت السؤال ده لفيتوريا في المؤتمر الصحفي، وهو رد علي قال لي احنا برضو جبنا 6 اهداف، ولكن بعض الاوقات الاهداف اللي دخلت فينا تحس ان في حاجه في النص، ايوه هي حلقه مفقوده. بص، خلينا نقر، انا راجل يا اما اتكلم في الحق يا اما ما اتكلمش، انما مش هعرف ايه اماين. يعني ادم حصل حاجه زي كده ومصر خرجت من دور متقدم، فهنا في اكيد غلطه، واكيد في كذا قطاع، عشان ما نقولش ان هو سوء توفيق، بس اوارمي الموضوع على سوء التوفيق، اصل هي الكوره والرياضه كده. ادم حصل ان حصل حاجه تصنف اخفاق، فاكيد في غلط من الجميع، واكيد انا حتى في الجانب البدني كان عندي احسن من كده، يعني اكيد كان ممكن في حاجه تتعمل احسن من كده، سواء اكتشفناها او بنكتشفها، بس لازم اكيد في حاجه كانت ممكن تتعمل احسن. يعني كذلك في الكوره، كذلك في من بدايه بقى، يعني اكيد احنا غلطانين في كل مراحل ما قبل البطوله، يعني عشان نبقى مقرين، عمرنا ما كنا هنبقى ده الجزاء، يعني لو احنا كانت كل حاجه معموله يعني ادق حاجه اكيد غلطنا. بس يعني كان في جانب من سوء التوفيق كبير كبير، لان انت شوف بتروح بكام كوره، وكم كوره بتروح ماشيه على الخط، وكم كوره بتيجي في العارضه، وكم كوره بتخبط في كل الناس في ال 18 ما عدا احنا عشان تخش، وفي الاخر تلاقي انت الكره يا دوبك خبطت في الكره في رجل المدافع بتاعك، خبطت وراحت للمهاجم عشان تخبط تخش في الجون. يعني برده كان في سوء توفيق، بس انا مش من النوع ده بتاع التفاؤل والتشاؤم وبتاع ان انا ارمي على حاجه. يعني لان في سؤال انت سالته في الاول تكمله للاجابه بتاعت ده، الانجاز عشان ينفع يتكرر لازم تبقى عارف اسبابه. يعني النهارده لو مصر عملت انجاز في 2006 و2008 و2010، اكيد اللي اتعمل في 2006 كان معروف هو ايه اللي حصل، فلما اتكرر في 2008 قدرت تكسب، ولما اتكرر في 2010 كنت ماسك في ايدك راس مالك، يعني
راس مالك كان ايا كان هو ايه بقى الميكس اللي ما بين التكتيك وما بين الرجوله وما بين كل حاجه، ولا هو كانت الرجوله بس ولا هي كانت التكتيك بس، ايا كان يعني، بس في ميكس كده هو اللي كسبك، فانت غالبا كنت ماسكه في ايدك فقدرت تكرر الانجاز. احنا محتاجين زي ما اتقال في يمكن في قنوات كتيره ومن ناس كتيره من نقاد ومذيعين محترمين، محتاجين نحط ايدينا على المشكله، محتاجين ما يبقاش في بنج يعني في كل حاجه. بس انا لازم اتكلم في حتتي، والجانب بتاع الكوره لازم الناس تاخد بالتقارير، حتى لو انت النهارده مش عاجبك المدير الفني وقلبت عليه ومشي او هو كان يستحق انه يمشي. بص مش هنتكلم على الاستحقاق، بس هنتكلم على الطبيعي ان انت عارف الجمهور او الشعب المصري الكوره هي اللي بتفرق، الكوره هي حياته. فلما نيجي نتكلم عن منتخب مصر ناس لا ناخد البطوله وهنخش، على الرغم ان ممكن ناس كتير مش في اعتبارها ان في تطور كبير حصل لمنتخبات افريقيا، يعني مش موزمبيق، مش دي موزمبيق اللي احنا نكسبها 6-7 زي زمان، مش كونغو اللي هنيجي ايه نكسبها 3-4 زي زمان، لا في تطور حصل، وبالتالي ان احنا شفنا ده في البطوله ونتائج مع كل الناس مش مع مصر بس، مع المغرب ومع الجزائر ومع تونس، فانت في قطاع كبير فاقد النقطه دي. لكن برضو هرجع واقول لك ان الناس لا احنا مش ده منتخب مصر، مش ده التمني او الطموح اللي احنا كنا مستنينه مع فيتوريا. يعني ما هو ده اللي انا قلت لك عليه، حاولت اعترف على طول ان اكيد في غلطه ما، انا طلعت من البطوله او وانا جوه ولما طلعت عندي حاجات، لو النهارده الاكسبيرينس اتكررت اكيد هعدل حاجه في الشغل. اعتقد برضو المدير الفني نفس القصه، لو النهارده هو كان كمل وعندنا بطوله كمان سنه كان الموضوع هيختلف. انا اللي اتمناه ان كلنا نبقى حاطين ايدينا على المشكله الاساسيه وكل واحد يشتغل في حتته، يبقى في شكل من اشكال الاستقرار. لان انا بحس ان يعني يبقى في شكل من ضغوط خارجيه كتير، بحس ان هي ليها علاقه بال يعني بقراراتنا احنا كجهاز او كاتحاد او غيره، يعني في الرياضه كلها بحس ان بسهوله السوشيال ميديا بتاثر.